بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 9 ماث فيرست ترم يونت 5 ليسون 4، اخر درس في الجيومتري، المفروض خلصناه وهنعمل عليه ريفيجن بسرعة دلوقتي. الدرس ده كان بيتكلم عن السلوب، والسلوب ده كان بيديني شكل معين للإكويشن اقدر اعرف منها السلوب بكام والانترسبتد بارت بكام وشكل اللاين هيطلع عامل ازاي. يعني كان مثلا يقول لي واي ايكوال 5 اكس بلس 4، اقول له بس يا عم انا هعرف لك الرسمه بتاعت اللاين ده هتبقى عامله ازاي. هتبقى عامله كده اهو. ايه ده، مش عارفك ان هي هتبقى عامله كده. يعني رسمته لك في ايه، في ثواني. ليه بقى؟ قال لي اول حاجه الاولاني اللي هو جنب الاكس ده بنسميه ام السلوب، ماشي، والفور ده اللي هو الايه السي اللي هو الانترسبتد بارت اللي هو معدي من الواي. يبقى السلوب هنا بالبوزيتيف لانه 5 بوزيتيف يبقى طالع. طب طالع لامس الواي فين؟ في بوينت اسمها بوزيتيف 4، ادي البوزيتيف 4 خلاص رسمته كده. يبقى انا من الجنرال فورم دي واي ايكوال ام اكس بلس سي اقدر اتخيل شكل اللاين عامل ازاي. فاهمها يا معاذ؟ يعني الام اللي جنب الاكس دي يا معاذ السلوب، بعرف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف، ماشي، والبوينت اللي جنبه دي اللي هو عدى من الواي فين. خلاص كده تمام. في الدرس ده بيقول لي ازاي تكون الايه الايكويشن دي. اقول له سهله، الانتر السلوب ده سهل. سهل ليه؟ اخدناه قبل كده، كنا بنجيبه ازاي يا بلال؟ السلوب كنا نعمل واي 2 ماينس واي 1 من اكس 2 ماينس اكس ايوه 1. واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1، مش كده؟ او كانت في طريقه تانية يا محمد فاكرها، لما يديني سيتا مثلا ب 6 بجيب لي سلوب بكام؟ بوان ازاي؟ دي لا السلوب حافظ. يصير عشان انت حافظ، فانا كنت كوزين دايما صح؟ اجيبها لك كوزين صح؟ عامل كوزين سكس لا تان تان زيرو تان 60. لو انت حافظ تعملها ايه؟ زيرو زي محمد. زيرو لو انت مش حافظ تعملها بالكالكوليتر هتطلع سكور روت 3، ماشي. يعني محمد الحفظ بتاعه ايه غلط، المفروض تطلع سكور روت 3. تمام كده. دول الطريقتين اللي انا بجيب بيهم مين السلوب، يا اما يديني 2 بوينت اكس 2 اكس 1 واكس 1 واكس 2 وواي 1 واي 2، واعمل الوايات ماينس فوق والاكسات ماينس تحت واجيب السلوب، او يديني الانجل واجيب تان سيتا. خلاص كده. طيب تعالوا نشوف الاكزامبلز اللي على الجزء الاولاني ده. بيقول لي represent graphically the relation، ارسم الريليشن دي 2x minus y plus 3 equals 0 and from the graph find the slope of the straight line which represent relation and the intercepted part of the y x by the straight line. دلوقتي انا مش هحتاج ارسم، انا ممكن اجيبها من شكل الايكويشن دي. اجيبها ازاي؟ اظبط الايكويشن دي بحيث تبقى في الفورم دي. ازاي؟ نيجاتيف واي دي هشيلها واديها الناحية التانية بالبوزيتيف، يعني تبقى واي ايكوال 2x بلس 3. ما غيرتش حاجة في ال 2x بلس 3 لأن ما نقلتهمش، أنا نقلت النيجاتيف واي. يبقى السلوب بكام يا معاذ؟ السلوب هيطلع بكام؟ طبعا هتقول لي انهي مسألة وبتقول ايه ونبتدي من الأول. لا هي 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 ايه؟ ال general form هي بلاش يا معاذ. y equal m x plus c، المفروض ال m دي هي الميل اللي جنب ال x. مين اللي هنا جنب ال x وأول من حرف من اسمه t؟
او ما او ال 2x ال ايوه اللي هي ال 2 دي تمام ماشي. وايه الانترسبتد بارت؟ ايه النمبر اللي لوحده واول حرف من اسمه تي برضو؟ 3. سهله كده تمام. يبقى انا من شكل الايكويشن اقدر اطلع السلوب والانترسبتد بارت. تمام طيب نخش على الاكزامبل اللي بعده. طيب يا بلال انت اللي عليك الدور، قول لي في الاكزامبل دوت find the slope of the straight line 2x plus 5y minus 15. ماشي. 2x plus 5. اه لازم اظبطها الاول او ممكن اجيبها زي ما هي كده، في طريقه زي ما هي وفي طريقه اظبطها خليها في الجنرال فورم. انت عايز انهي طريقه؟ وانا الطريقه اللي غالبا نحل بيها احط ال في الواي دوت الرقم جنب الواي في الاول يبقى ايكوال، عارف يعني انا المفروض يكون 5y ايكوال صح؟ اه 2x minus 15. لا ما دام ال 5y دي في مكانها يبقى هنقل الاثنين دول الناحية التانية صح؟ يبقى غير الساين بتاعي. اه صح 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 يبقى نيجاتيف 2x بلس 15 صح؟ هنا اقدر اعرف السلوب ولا لسه محتاجه تتظبط؟ لا محتاجه. لا اقدر اعرف. قول يا محمد. محتاجه بس ما محمد قال ممكن اعرف من غير ما احتاج حاجه. السلوب بكام يا محمد؟ وبين ستوفر فاي. ما انت شايفها تحت يا حبيبي، شايفها تحت والله، شايفها تحت. طب والسيف كام؟ السي دي مش موجودة تحت. السيف كام؟ انت عمال تدور عليها ولا ايه؟ لا لا اي سيف ايه؟ السي ده المفروض اي واحدة المفروض النمبر اللي لوحده. انت قلبتها على معاذ كده ليه؟ نفس المسألة عشان بطلع سلوب وانترسبت الفرد. بس انا قاعد اشوف في النص مش في الجنب. اه انت مش عامل زوم على الانسر على طول يعني. اه 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 واضح يعني. طب بص معانا في اللي بنكتبه بقى، يعني كشفت عن نفسك. السلوب يا مستر ساعتها هنعمل هنجيب الفايف نقسمها على ماينس 2 على 15، هيطلع لنا ماينس، هيبقى جيب ماينس 2 اون 5، عمل ماينس 2 هيبقى واي ايكوال ماينس 2 اون 5. انت بتقول ايه؟ بلس بلس 5 بلس 5 اس 3 ماينس 3 بلس 3. ماشي يبقى ده يا معاذ السلوب. ايوه يا مستر. وده الانترسبتد بارت اللي هو بوست 3. لا رقم الواحد كمان. ماشي كده؟ تمام كده. الفكرة بتاعت الدرس الجزء الأولاني ده فيها مشكلة؟ تمام. ماشي. لا لو هو ما ادانيش equation واداني 2 point عادي، y2 minus y1 و x2 minus x1 صح؟ ايوه ولا لا؟ ايوه ماشي. الجزء الثاني هو اللي ايه فيه حته رخمه كده شويه. ايه هي؟ لما اجي اجيب الانترسبتد بارت هي دي الايه المشكله. ماشي يعني هنا مثلا يقول لي السلوب بكذا والانترسبتد بارت 3 يونت لينث بوزيتيف عادي، واي ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 4 اكس بلس 3. طب كده صعبه ايه؟ كده سهل على فكره.
هنا ادالك السلوب والانترسبتد بارت على تو، وتحت برضو السلوب بتو والانترسبتد بارت بنيجاتيف 7، يبقى y equal to x minus 7. في حد مش فاهم الاتنين دول؟ challenge. لا في ناس مش فاهمها يا بلال، صعبة برضو. مش فاهمها معايا؟ فاهمها تمام يا مش فاهمها بجد ولا مش ناقصين تسليك؟ ايوه فاهمها بجد. ماشي، باقي الدرس مبني على الحاجتين دول. ماشي، عشان كل مره احاول اجيب السلوب والانترسبتد بارت، هنا اداهم لي جاهزين فحطيتهم. طب لو ما اداهم ليش جاهزين يا محمد هعمل ايه؟ تعال نشوف الاكزامبل. find the equation of the straight line which makes with the positive direction of x axis a positive angle of measure 135. ماشي، اي يعني هنا مديني انجل، ما دام مديني انجل كده ايه اللي يجي في دماغي على طول؟ السلوب. صح، يبقى السلوب ايكوال تان سي، يعني تان 135. يا مستر حضرتك بتسالني انا؟ يا ريت يا محمد تجاوب معايا. تمام ماشي، يبقى هنجيب تان 135 صح؟ ايوه تمام. يعني كام؟ زيرو. زيرو تيس، زيرو اللي ثابت معاك دي. مش عارف يا محمد تبعت لمين؟ تان 135. نعم تبعت لمين؟ لا ده الصوت ده من عندي انا يا بلان. تان 135 بكام؟ يبقى نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 ماشي كده. انا جبت السلوب and intercepted from the positive part of y axis positive part 7، يعني هو مديني ال c positive 7، وانا تعبت شويه جبت السلوب بنيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف x. ماشي كده تمام. ماشي تمام. سهله ولا صعبه؟ لا سهله. يعني هتبقى نيجاتيف اكس بلس 7. خلاص. في حد وبعض الناس على وبعض الناس علينا ايش بعد المات؟ مم. مش عارف بس مش سوشيال يعني مش دراسات اكيد. بعد ما سألنا يا محمد خليك فايدة كابتن يا ابني عايز ايه؟ بعد ما سألنا علينا ساينس يا ساينس حصة لطيفة حلوة جميلة مادة جميلة كده. كمل. الجزء الثاني هيتعبني اكتر. ايوه انا مصدر ويديني 2 بوينت ويقول لي هات انت السلوب وهات الانترسبتد بارت، ودي اصعب حاجه في الايه في الدرس ده. find the equation of the straight line which passes through the 2 point 1 negative 1 و 2 and 2. طيب لو اداهم لي كده اقدر اجيب السلوب والانترسبتد بارت؟ قال لي الاول هات السلوب. السلوب بكام؟ y minus y فوق 2 minus negative 1 3 و 2 minus 1 ب 1، يعني السلوب بكام؟ ب 3. خلاص، يعني ال y equal 3x plus c. هنا النقطة بقى اللي ايه اللي فيها مشكلة، ايه هي؟ ان ما ادانيش انترسبتد بارت، اجيبه ازاي من البوينتس اللي هو مديها لي؟
هو مداني 1 ونيجاتيف 1 و2 اند 2، بشيل الواي والاكس دول واحط بدلهم 2 اند 2 او 1 ونيجاتيف 1 ماشي. شيء احط 2 و2 احسن، يبقى 2 ايكوال 3 ملتي بلاي 2 6 بلس سي، او ودي ال 6 دي الناحيه الثانيه بنيجاتيف 6، يبقى سي ايكوال 2 ماينس 6 يعني نيجاتيف 4. كده جبت السي بنيجاتيف 4، اكتب الايكويشن ثاني بس اشيل السي واحط بدلها ماينس 4. مين فهمها؟ مش فهمناها بس. طيب الاول ان انا اجيب السلوب فيها مشكله ولا لا؟ بس انا عندي سؤال، ما فيهاش مشكله. علي صوتي؟ لا انا سؤال بس. نعم. مثلا احنا عملنا هنا 2 ماينس ماينس 1 صح؟ 2 ماينس ماينس 1 اه. طب هو الماينس 1 ازاي؟ قلت لي ماينس 1 دي جبناها من فين؟ مش هي البوينت 1 ونيجاتيف 1 وتحت 2 اند 2؟ اه. طيب يبقى 2 ماينس نيجاتيف 1 اللي هي الواي ماينس الواي. اه تمام. تمام كده ولا ايه؟ تمام. ماشي. طيب وموضوع الانترسبتد؟ لا ما فيهوش مشكلة. بالتالي هو ده الجزء الصعب، يعني الاسلوب ده سهل لكن الانترسبت ده هو اللي صعب. صح؟ قول يا بلال لو في حاجة قول. لا مستر اصل البال بيتكسر. صح. محمد عندي فضايح كده. هو بيحسبها تاني او بيشوف كده تنفع ولا لا. هاي يا بلال انت سبت البارت كده في مشكلة؟ ثانية أنا ماينس 1 بس ماينس 1 ودي الناحية تمام. تمام تمام ماشي. طيب تعال نشوف اللي تحت دي تعتبر ايه؟ فكرة برضه ايه مختلفة شوية. قول لي find the equation of the straight line. دي سهلة بجد. هنا هو مساعدني في ان انا اجيب السلوب من هنا، ما ادانيش 2 بوينت زي الثاني، اداني السلوب. ايوه هعمل confession confession هنعمل minus 2 على 3 ولا يطلع لنا هناخد من فوق البوينت هنا 1 and 2 نبقى ساعتها يبقى equal 2 minus 2 and 3 multiply 1 بلس سي. ساعتها اسمه ده ساعتها نودي البتاع نودي السي الناحية التانية وهيطلع لنا في الآخر عن إيه 3. ممتاز. يعني السي ب 2 اند 2 اوفر 3 لما اعمل لهم بلس 2 اند 2 اوفر 3. يعني هرجع اكتب تاني الايكويشن y equal negative 2 اوفر 3 x بلس 2 اند 2 اوفر 3. عملنا بلس ماينس 2 3 على 2 صح؟ ايوه. ماشي كده. انت ما بعتليش الهوم ورك ليه يا بلال؟ قلت
طيب ليل كنت شايف عنك كده على فكره معاذ نفس فضيح محمد الشيخ عامل ايه يا بلال النهارده؟ الحمد لله كويس احسن مني ان شاء الله. اسكت بقى عشان مستر قاعد بيشرح وكده لازم نركز معاه. مش علشان حاجات كده. يلا 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 مع السلامه. اقفلوا المايكات. عيب ايه ده يا اسطى، انت انا هتخاف؟ ممكن طب اموت. معايا ايه اضعف يلا؟ ما لا في احنا معانا كبار كوتشات، يتكلموا الصغار يسكتوا. اقفلوا المايكات. اقول لك احنا انا معانا معايا يا مفيش محمد. احترام للمستر خالص. ايه ده؟ انا ومحمد جهاد معانا فلاشات ليه؟ ماشي ماشي. لازم فيديوهات يا جماعة، ابعتها لك صور وصوتيات ما تنفعش. ممكن لا مش صوتيات يا مستر، ايه بلاش صوتيات؟ حجمها 16 جيجا مدام ببلاش، فيديوهات ما ماشي. ألف كده. مبدئيا انا مش هم هتبعت هنمشي ولا نيجي، ده مبدئيا. وانا عشان معايا السنة ابعتها لك. بتاعت مصايب عنهم كده، لطيفة كده حلوة كده. ماشي يا شيرين ده ما انت مش هتقدر تتكلم برضه. خلاص من عادي بكرة. الكلام وكده خلاص، احنا عايزين حاجات يعني ايه، حقائق بالدليل. حقائق 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 ونجيب اقسم المحقق يحقق فيها. هو مش كلام على فكرة، بس هو حقائق حرفيا. ماشي طيب، ده كان ريفيجن على لازم الدرس دليل الأخير، بس. سهل كده؟